Recklinghausen, مرحبا بكم. مرحبا بأول الانترفيو اللي كديروا هنايا مع الشركات. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، املي بن تي في. هذا معكم عبد السلام الكروني، يحييكم. شكرا على الاستضافه مصطفى. احنا اليوم على اساس هنا نهضروا معك على موضوع الكره والنادي، لكن قبل ما نتطرقوا لهذا الموضوع هذا نبينا تعرفنا على المشروع ديالك. ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا. غادي نشوفوا ان شاء الله البيرو، نشوفوا كامل اللي دابا نخليو هو يستالي ونهضروا على الشركه ان شاء الله. ومرحبا بكم والله يجازيكم. كما كتشوفوا هنايا راه جا الدليع، عندنا يعني كل سيمانه كيجيو كاميرات من المغرب، كيجيو الساعه ديالهم، كيجيو مثلا الدليع كيجي في الكاميون، الزيتون كيجي بالباطو، هما كيجي من بلجيكا من روتردام، انس من بروكسل. باش كتوزع على المانيا كامله؟ كنوزعوا المانيا كامله، يعني في كل مدينه احنا عندنا الكليان ديالنا، والحمد لله هذا البروجي درنا دابا هذه 6 شهور، والحمد لله غادي مزيان. بالنسبه للشركات اللي كتعاملوا معاها في المانيا؟ كنتعاملوا مع الشركات كاملين، الترك العرب المغاربه، يعني بارتو، ما كاينش المانيين، اي شركه كنشتغلوا معاهم، واللي عنده شي دوموند كيجي يتصل بينا. وكان وشحال انت مصطفى في المجال هذا؟ حنا دابا من شهر 10 حنا كنهضروا في هذا، يعني خدامين في هذا البروجي. شهر 10، شهر 11، قول شهر 1 عاد بدينا بعدك 2020، جا مع كوفيد هو هذاك، ما عندك ما دير، الماكله هي اللي تمشات معنا ما نديرو، عزلنا. اللي بغيت نسقسي عليه سي مصطفى، كيفاش كنتوا الاجراءات اللي كتاخذوا خلال ازمه الكورونا؟ والحمد لله الاجراءات كانوا ما كانوش صعاب بالنسبه لداكشي اللي كنديرو، كان عادي، كان غادي بسهوله مزيان. كان شويه صعوبه في البدايه ديال هذا المشروع، حاجه ظاهره لان اول مره كيدخل لهذا الميدان ديال المواد العدائيه، وراك عارف خاصك شويه الوقت باش تدخل في السيستم وتدخل في. واش كتشوف بان الالمان يقبلون على المواد الغذائيه المغربيه؟ يعني بالنسبه للسلعه المغربيه هي يعني بروميير كاليتي، فين ما مشيت عندنا كاليتي جيده، يعني الجوده كاينه في بلاصتها والناس عارفينها من شحال هذه، ماشي عاد اليوم غادي نزوقوا في، يعني سبق لهم المان، يعني عندهم طريقه على حسب التوريسموس اللي كيجيو المغرب وكيشوفوا يجيو تماك، عارفين الاكل المغربي هو من احسن الكاليتي اللي كاينه في العالم. وشنو المنتوجات الاكثر مصطفى اللي كتستوردوها من المغرب؟ واش الفواكه او الزيوت او القطاني؟ شنو هي المنتوجات الاكثر؟ حنا خدامين في كل شيء، بدينا بالزيتون، خدامين في الزيتون. مرحبا بك سي مصطفى. الله يبارك فيك اخويا. شكرا بيك. شكرا بيك. الله يجازيك. تفضل في الماره، في مار القهوه كل شيء موجوده. كما قلنا بدينا بالزيتون، وفين كتبدي بواحد البرودوي والكليان اللي كدير لهم السلعه كيجيو عندك كيقول لك راه خاصنا هذه، خصنا هذه، بدينا عاود ندخل برودوي الثاني، عاود بدا الثالث، خصنا كسكسو، خصنا الحوت، خصنا يعني اي حاجه مشروبات بدينا كندخلوا. دابا الحمد لله خدامين في اي حاجه اللي عندها سميه مغربيه. ولا مصطفى الصعوبات والعراق اللي كتواجه لكم شنو هي؟ حاليا ما كاينش شي صعوبات الحمد لله، غادي في هذا الشيء غادي مزيان الحمد لله. واحد اللي كان كوميرسيال كتجي له شويه سهله، كاين واحد المونتاج كبير، حيت ديجا درنا واحد 20 سنه ديال الطوموبيلات خدمناهم، والحمد لله كتسهل عليك بزاف ديال الحوايج. الحمد لله. انت كنعرف بان الجاليه المغربيه كان عندهم نقص المواد الغذائيه المغربيه. صحيح. والحمد لله دابا سي مصطفى انت كتشتغل في هذا المجال هذا، وهادشي دابا الان اصبح متوفر بكثره خصوصا في المدن الكبيره مثل بحال دوسلدورف، دورتموند، يعني المغاربه اصبحوا ان شاء الله الحمد لله كيتوفروا على المواد الغذائيه. الحمد لله الحمد لله. وكان نقص كبير هنايا حيت الكونسوماسيون كاينه بزاف بالنسبه للمغاربه، والحمد لله خدامين مع كل مدينه، لا دوسلدورف ولا مدن كاملين اللي كاينين هنا، اسن، يعني كاملين كيتعاملوا معنا وعارفين تشوف لاسيش، كنجيبوا لهم الجوده الكاليتي بروميير، يعني ما كنحاولوش نضيعوا الكليان، بالعكس نحاولوا نكسبوه، وفين كدير ليه الكاليتي يعني الكليان كامل كيكون ناشط وغادي مع واحد الطريقيه، هذه كولر بونر
يعني ما كنخليو حتى شي بلاصه، واللي جايين بعيد كيجيو هما كيجيبوا الترانسبور ديالهم، ولا كنصيفطوا لفرانكفورت ولا لهامبورغ كاين الكاميو اللي كتكريهم. وكان طحنا عندنا الكاميو كما كتشوفوا له الكاميونات اللي الكاميو اللي موجود كيصدر كل نهار لي بوس اللي خدامين حتى هما عندنا جوج ديال الطوبيسات. والكاميونات راه غادي يكون عندنا ان شاء الله السيمانه الجايه شرينا واحد الكاميو 40 طن باش حتى هو غادي يبقى يجيب السلعه من المغرب ويبقى ان شاء الله شويه بشويه. مش اعزائي المشاهدين، تحدثنا اولا مع السي مصطفى المختاري كرجل اعمال، الان سننتقل عند السي مصطفى المختاري كرجل رياضي وسيحدثنا عن سحر الساحره المستديره عن كره القدم. السي مصطفى طبعا ممكن تعرفنا بالنادي ديالك هنا، يعني هو نادي مغربي بثوب الماني. صحيح صحيح، حنا نادي اف سي ماروكا. انا كونت هذا الفريق في 2007، درت هذا الفريق حيت عندنا غير على البلاد وبغينا نعيشوا حتى حنا ديك يعني المينتاليتي ديالنا. يعني هو تاسس مصطفى سنه 2007 2007 اسست هذا الفريق، ودابا رانا في 13 سنه مع هذا الفريق، والحمد لله الفريق عطى واحد الايجابيه كبيره ما شاء الله. وتعرف النادي يعني هنا في المانيا كامله، اوروبا، الناس في المغرب كلشي كيعرف هذا النادي الحمد لله. راه عنده فايته 30,000 متبع في الباج ديالو في السيما وكوهير، والحمد لله دوزنا وقيته زوينه وغادي نزيدو ندوزو وقيته زينه. عندنا شويه صعوبات في التيران ديال التراب، بدا الى سهل الله في هذا البروجي غادي نديرو حنايا، كان عكسوا لينا بزاف بعداك حنا نديروا ليهم ان شاء الله. بس المنضمين للفريق يعني اللي كيلتحقوا بالفريق ديالكم، نعم. يعني واش اغلبهم نسبه كم هي النسبه ديالهم باولياء ديال المغاربه؟ يعني فيهم اجانب اخرين، فيهم جنسيات اخرى من غير المغاربه؟ كاينه 90% مغاربه، 90% عندنا مغاربه، وواحد 10% ماشي مغاربه، يعني جنسيات مختلطه تراك او صحيح صحيح. يعني اصلا خصكم تكون انترناسيونال باش تعطيك واحد صح صح واحد الميكس يكون هو هذا. وبالنسبه للشروط ديال الناس الفغوز اللي خصها تكون عندهم يلتحقوا بالنادي، ما شنو هي الشروط اللي كتطبقوا؟ عندنا لي باج يدخلوا فيه ويصيفطوا لنا ميساج، ويصيفطوا لنا اللي جاي مثلا فين كان يلعب ويعطينا الانفورماسيون المسائل ديالو، وجي تيستي مرحبا به. دابا اصلا غادي تكون في شهر 6 غادي نبداو بالبطوله، شهر 7 نبداو في البطوله ان شاء الله بريباراسيون ديالها باش نوجدوا راسنا لشهر 9. هذا مع هذا الكوفيد راك تشوف شويه ان شاء الله. يعني كانت طبعا بالنسبه للنادي هناك مشاكل خلال ازمه كورونا، يعني لا وقفت البطوله مره، يعني وقفت ما بقينا كنلعبوا لا كره لا حتى شي حاجه، وقفت من شهر 3 ما بقيناش كنلعبوا، وقفت البطوله الاول راه دا بطوله نورمالمون حنا كنكونوا ديما الاولى، بعداك للاسف هذا العام ما كناش الاولى، شدينا الترتيب الوسطاني. و وشنو هي ان شاء الله البرامج ديالكم ان شاء الله دابا تخفت القيود يعني شويه؟ لا شويه يعني شويه مازال. النظره ديالكم بعد كورونا كيفاش كتشوف الفريق بعد كورونا؟ حاليا ما زال ما بين حتى شي حاجه، يعني تقدر راك كتشوف عاود الكورونا عاود بدات، راه قال لك زادت واحد 30% عاود 37% في هذه الايام، ونظن ما غاديش حتى الالي ديال اللي غادي نلعبوا ما غاديش نظن نلعبوا حيت الحوايج غادي وكتصعب عاد. يا سي مصطفى، واحد المره قريت واحد المقال مع صحيفه مغربيه، نعم، كان تحدثتي معهم وذكرتي ان الفريق كان كيعاني من العنصريه، يمكن ذكرنا هذه الجزئيه هذه اي شيء كان كيعاني من العنصريه؟ عاودوا السؤال. مرحبا بكم. الله يبارك فيك سي مصطفى. تفضلوا. تفضلوا دابا سي مصطفى المنتوجات اللي كتجيبها من المغرب. واه مرحبا مرحبا. واه كما كتشوفوا هذه هي السلعه اللي كنجيبوها من المغرب، يعني اكثريه 90% 80% كنجيبوها من المغرب، وواحد 20% 30% عاود كنجيبوها من الاسبان. نبداو بالزيتون. هذه حنا هما يعني اللي كنصدروا اكثريه ديال الزيتون هنا في المانيا. شركة بلاد كونزيرفز هنا هما الممثلين ديالهم هنا في المانيا، الحمد لله مع السي حميد البردة بلاد كونزيرفز اللي كنشتغلوا مع دابا من البداية. حنا غاديين معاه بواحد يعني الحمد لله واحد استراتيجية رائعة. وكما كتشوفوا هذا الزيتون اللي عندنا هذا بدون عظم غادي مزيان، يعني عندنا واحد كاليتي واحد الجودة يعني ما كاينش بحالها، نمرة واحد بالنسبة ل الزيت زيت يعني الزيتون كما كنقولوا. وكاين كما كتشوف هنا الاشكال ديال الزيتون، كما هنا الزيتون بالعظم بالثوم
وعندنا الفارياسيون اللي كان نخدموهم يعني شويه شطرات اللي جا مغيره على اللي كان هادي شحال حيت كنشتغلوا بزاف الكوكتيل حيت الطلبيات ديال اللي عندنا مع الشركات كنحاولوا ندخلوا بشي برودوي وبشي طريقه استراتيجيه تكون رائعه والحمد لله البروجي هذا هو اللي المفتاح لهذا الشيء اللي خدامين فيه اللي هما عارفين بلي انا خدام في شي طريقه اخرى هذا هو الكوكتيل كما هضرنا قبيلات هذا هو الكوكتيل مثلا كوكتيل سيترون عندنا كوكتيل اكزوتيك كنحاولوا نخدموا ماشي بديك الطريقه لانغ فاليش يعني اللي كاين هذه من زمان لا نحاولوا بلي نبينوا الزيتون المغربي نعطيه واحد القيمه لافارو اللي يكون عالي بزاف باش الناس يعرفوا القيمه ديالو هذا هو اللي رانا فيه دابا والحمد لله راه وصل عند الكليان ديالنا كلشي وصل بواحد نتيجه كبيره وكلشي كيدوموندي الزيتون وكنصدروه بالنسبه لالمانيا كامله وتاع الدولات اللي كاينين شادين علينا حتى هما خدامين الحمد لله كما كتشوفوا الزيتون الكحل هو غادي تاع لامبالاج تاع الكاليتي الناس كيشوفوا بلي كاينه الجوده الحمد لله وخدامين بجميع الفيباكونك يعني الصغير كي 8 كيلو كي 500 غرام كي 900 غرام يعني بزاف ديال الاشكال شنو عندك مندوبين من شركه تريفيه هنايا جاودو ممكن نتكلموا معاهم ان شاء الله مرحبا بهم غادي نعيطوا لهم حتى هما يدخلوا ان شاء الله راهم كيستناو كما كتشوفوا عاود كذلك المشروبات عندنا شركه روستوي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش مغربي كلشي كيعرفوا شركه روستوي حنا اللي كنصدروا لهم لي بلوبار السلعه ديالهم هنا في المانيا والحمد لله كان ديو واحد الكونتيتي كبيره يعني عندنا كل 10 ايام كل سيمانه كنديو عليهم كونتينر مخلط لا هو ولا سيمون وغادي معهم تما بواحد الطريقه مزيانه وشافونا يعني ما كنديروش غير ماركه وحده كنحاولوا نخدموا واحد 10 البرودوي ديالهم باش يعرفونا بلي اي حاجه كاينه موجوده العطريه كنجيبو مثلا كنجيبوها من اسبانيا وغادي تجي ان شاء الله في هاد الايام غادي تدخل بالتيكي ديالنا الشركه مازال ما نقول لكم السميه حتى غادي تكون ان شاء الله وغادي تكون في القطنيه كامله ان شاء الله لا هي ولا العطريه ولا كسكسو غادي تجيب الليبل ديال شركه ايموند بيغ وساند ان شاء الله كذلك من اسبانيا هذا الفرويسك كما كتشوفوا هذه الجهه كامله من شركه الامير فود الصديق ديالي في اسبان الله يعمرها دار واحد الانسان تاع هو خدام بروجي ديالو سنوات في اسبانيا والحمد لله كان المعامله معها حتى هي مزيانه ولا لا هو ولا السي رشيد ما كاينين في اسبان اللي كنشتغلوا معاهم حاليا في القطنيه يعني انسان اللي كنشتغلوا معهم ضروري خص يكون عندك الناس اللي كتعامل معهم والحمد لله الناس حتى هما في المستوى وغادي في واحد الطريق معهم مزيان ان شاء الله شكرا اسي مصطفى ممكن ندخلوا المكتب معك داخل ان شاء الله ان شاء الله نكملوا لكم كاين كذلك الزيتون ها هو كذلك كاين نقولوا اتاي من غير الزيتون كنخدموا حتى في اتاي المغربي حتى هو خصو يكون ضروري عندنا في المغاربه حيت راك عارفنا بلا اتاي ما كاين والو كاينه كذلك شركه ديال شركه اللي كاينه في اسبانيا الدار الكبيره عند سيمورات صديقنا حتى هو كذلك كنشتغلوا معاه بزاف في الهواي وفي البومس الحمد لله عندها السميه ديالها يعني برودوي مكتوب كلشي بالالمانيه حتى هي مهمه هنا بزاف في المانيا والحمد لله داك الشيء غادي مزيان وتفضلوا باش نوريكم حوايج اخرين باش تشوفوا مرحبا كما كتشوفوا السميده الميديوم والفاين حتى هي رانا خدامين فيها حتى هي غادي تجي حتى هي في الليبل ديالنا في اقرب وقت جربنا هذا البرودوي باش نشوفوا الجوده ديالو كي داير وان شاء الله الشهر الجاي غادي يجي بالليبل ديالنا واللي علينا نعطيكم احسن جوده اللي كاينه باش المغاربه يعيشوا الكاليتي اللي كاينه وهي اللي عندنا مهمه بزاف بالنسبه للمغاربه ندخلوا كذلك جا واحد اربعه الكاميونات هذه السيمانه ديال الدلع مغربي مرحبا بكم تفضلوا هذا كول هاوس ديالنا باش ديما يبقى داك الشيء بارد كما كتشوفوا نحاولوا ديما نمثلوا احسن كاليتي يا
هذه العطريه حتى هي خدامين فيها مزيان، العطريه بالالمانيا كذلك كاين الاشكال كاملين ديال العطريه لا هي ولا فوق. زيد يلا تفضلوا زيد بسم الله تفضلوا. هنا ندخلوا الكول هاوس الثاني، هذا الكول هاوس الثاني اللي عندنا حتى هو كلشي بالدلي والبطيخ. ها هو مرحبا بك. هو كما كتشوفوا كما كيقولوا اللي توحش البطيخ المغربي حتى هو كاين بطبيعه الحال، يعني باش ديما لي كليون يلقاو واخا حرمونا بالكورونا باش ندخلوا البلاد، واخا كان نلقاو باش السلعه المغربيه تكون ديما واجده. هذا مكان كما كتشوفوا مرحبا. كاين التمر كما كتشوفوا، كاين القطنيه، كاينه يعني كلشي موجود. ندخلوا الحاله الرابعه اللي كاينه هنا، كنحطوا فيه الزيتون كما كتشوفوا. هادو هما لي ميكس سبيسيال اللي عندهم واحد قيمه كبيره بزاف ماشي شويه، حيت كوكتيلز كما كتشوفوا كل كوكتيل مشكل، كاين ماروكان كوكتيل، كاين اكسو كوكتيل، سيترون كوكتيل، يعني كاتالان، يعني عندنا كنخدموا بواحد. هذا هو اللي كاين كما كتشوفوا. ونوليو لهنايا مرحبا. هادو ديال كما كتشوف هادو كاملين تاهما كوكتيل، كاينين عاود باش تشوفوا الجوده وتشوفوا الكاليتي كيفاش داير. وا كما كتشوفوا هذا هو الديبو عندنا، وهذه هي البدايه، وان شاء الله نتمنوا الخير. مرحبا بكم، نمشيو دابا للبيرو. السلام عليكم، مرحبا بكم في ام ليف تي في، قناه الجاليه المغربيه هنا في المانيا. معنا السي زهير والسي محمد لي بيزيتسا ديال غيف، ديال غيف في مدينه هولسفيكدر. المهم السؤال ديالي غيجي غنطرحو عليك السي محمد، شنو هو الكونسيبت ديالكم في هاد الغيف، وفين كاين عندكم الغيف في اي مدينه، وشرح لنا شي شويه على المبادره اللي درتو مع السي المختاري. شرح لنا شنو هما الاولويات ديالكم في التعامل مع السي المختاري، وعلاش يباهوت مع السي المختاري، علاش اهتميتوا بالمنتوجات المغربيه في المحل ديالكم غيف. Also wir haben einen Rewe-Markt in Holzwickede, das ist direkt am Flughafen Dortmund, und sind jetzt seit September dieses Jahr 5 Jahre da. Wir sind selbstständige Einzelhandelskaufleute und unsere Hauptkunden sind halt, wir arbeiten 90% mit Deutschen zusammen und wollen jetzt ein bisschen die Kultur mit reinbringen. Wir stammen ja aus Marokko und wollen halt ein bisschen Feeling mit reinbringen und haben, ich bin drauf gekommen, wie ich Herrn Mustafa Mukhtari kennengelernt habe, durch Facebook, durch einen Post. Und ich war schon mal in Frankfurt, habe da auch in einem Rewe-Markt gesehen, dass er so ein paar marokkanische Produkte angeboten hat. Und darauf bin ich auf die Idee gekommen. Und durch einen Post habe ich halt den Kontakt zu Herrn Mukhtari aufgenommen. Und wir sind gerade dabei, halt ein eigenes Regal zu bei uns einzuführen und möchte halt in Zukunft mit ihnen eng zusammenarbeiten, nicht nur für unsere marokkanischen Mitmenschen, auch für die deutschen Kunden, dass wir da eine vielseitige Auswahl halt an unseren Kunden anbieten. Wir haben ja jetzt schon Produkte aus Polen, aus russische Produkte, und wie gesagt, das hat uns noch ein bisschen gefehlt, halt unsere Kultur halt ein bisschen mit reinzubringen. Okay, sehr gut, Simon, danke schön für deine سي زهير. نتكلموا شويه باللغه العربيه باش السوشاوا ديالنا من المغرب يفهموا الكونسيبت ديالكم والمشروع ديالكم ان شاء الله. السؤال ديالي هو كي طرحت على السي محمد، هو المبادره اللي جات لكم على المنتوجات المغربيه، انت كنتي قبيله قلتي لي بان التسيير ديالكم ولا الهدف هو تعرفوا المنتوج المغربي هنا في المانيا. طيب تقلك تشرح لنا شويه بالتفصيل شنو هو الهدف ديالكم، وشنو هو الهدف ديالكم من هذه المبادره مع السي المختاري، وعلاش بالضبط المنتوجات المغربيه اللي وعلاش بالضبط المنتوجات المغربيه اللي باغيين تتعاملوا بها، وماشي منتوجات تركيه ولا روسيه ولا المانيه.
السلام عليكم وسمح لي شويه باللغه ديال العربيه ديالي ماشي مشكل تبارك الله على اسم مختاري وبرودي دار اسم مختاري كبير فرحنا حنا بزاف وحنا كنفرحوا لهذا شي واحد البرودكت المغاربه ديالنا في الالمان عزيز علينا بزاف وكما قال خويا دابا بالالمانيا حتى حنا بغينا ان شاء الله البرودكت ديال المغاربيه تكون في الالمان في المانيا معروفه بزاف وبغينا نطلع احسن من تركيا ولا روسيا وكل شيء حتى حنا عندنا تبارك الله الحوايج ديالنا مزيانين في العالم الزيتون دلا تبارك الله على بزاف المواد اللي غادي الحوايج تبارك الله ملي حنا خصنا نعرفو ونوريهم الالمانيين وكل شيء الناس باش يعرفوا البرودكت ديالنا كنسجعوا وحنا طحنا السم اختار دال هاد الفرصه قريب لينا حنا باش نجيو عنده وتبارك الله نحلوا داك البرودكت باش حنا نصعفوا السؤال اخر قلت لي قبيله بان غيبه عندكم الان 80% من المنتوجات الالمانيه العاديه طبعا زدت عليها بالاضافه الى المنتوجات الروسيه والتركيه الحال على انا باغي نعرف علاش الغيبه علاش غير نتوما واش ما يمكن لكمش ما يمكن لكمش اسبيزيت سا ديال الغيبه تعمموا هذا المشروع في المانيا ويكون غيبه حتى هو كيجيب المنتوجات المغربيه بعد على الاقل نشوفوا 90% ولا 40% ديال المنتوجات المغربيه ماشي في غيبه يمكن حتى في الدي حتى في ليدل واش عندكم شي شنو غير عندكم شي فكره لتوزيع هاد الفكره هذه ولا توزيع هذا المشروع حنا فات ندينا في السكن فولس في كده ماشي ما كانش بزاف المغاربه المغاربه كثر بزاف هذاك هو المشكل اللي حنا عندنا والبرودكت ديال المغاربه حنا البرودكت ديالنا خصها تعرفوا بالالمانيا خصنا نديرو فورشتيل باش نطلعو المشكل دابا حنا الا درنا بزاف برودكت ديال المغاربه خصنا نوريو الالمانيين شنو هما الا ما كيعرفوش ما كيشروش عليك اذا الهدف ديالنا خصنا نتعاملوا مع الالماني باش يعرفوا البرودكت ديالنا واش راه بزاف برودكت اللي ما كيعرفوش الالماني اذا الهدف هو تعريف المنتوجات المغربيه للالمان هذا هو الهدف هذا هو نعم اوكي شكرا سي زويا شكرا تبارك الله عليك اوكي سي مصطفى شكرا على الاستضافه الله يجازيك شكرا تشرفنا اليوم باللقاء معك رجل الاعمال الله يفيك ورياضي ناجح وان شاء الله نشوفوا الفريق ديالك ان شاء الله ان شاء الله السي مصطفى كلمه اخيره للجاليه المغربيه الالمانيه حنا كما درنا الفرقه اف سي ماروكو كما كتعرفوا نشرفوا المغاربه هنا في المانيا سيرتو هذه البلاد اللي عايشين وكابرين فيها كذلك بغينا باش الناس يعرفوا المواد العدائيه ديال المغرب حتى هي حنا شرف كبير كبيره بالنسبه ليا والمشروع ديالنا والسي جواد بيضاري الشريك ديالي باش نشهروا بلادنا ويعرفونا اكثر ويعطي القيمه ديالنا اصلا كبيره باش يزيدوا الناس يعرفوا على المغاربه هذا هو علاش بغينا ديما السلعه ديالنا اللي درناها حنا المغاربه تكون ديما الفوق ونتمنى من عند الله الخير في هذا المشروع وكنشكروا بزاف سي زوير وسي محمد اللي تا هما شرف لينا كبير باش نتعاملوا مع هذه الشركه كبيره غيبه وكما كيديروا الاطراف كيتعاونوا بعضياتهم حنا غادي نديروا يد في يد ونشوف هذا المشروع ان شاء الله بعيد ونوزعوا المغاربه في المكان وفي كل مدينه وماشي غير المغاربه كاملين اللي خصو شي حاجه مرحبا به والف مرحبا هذا هو اللي كاين اذا متتبعي امليبن تي في نشكركم على المتابعه والى حلقه قادمه ان شاء الله